أشاد مجلس النواب بسرعة التجاوب الحكومي مع مطالب ممثلي الشعب البحريني بشأن تطبيق الإجراءات القانونية لحماية السلم الأهلي والاجتماعي وتعميق روح التسامح والوحدة الوطنية باعتبارها ركيزة أساسية للحفاظ على أمن الوطن واستقراره وتعزيز منجزاته التنموية الحضارية خلال العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى. وثمن مجلس النواب البيان الصادر عن مجلس الوزراء الموقر وما تضمنه من تأكيد الحكومة وحرصها على تطبيق القوانين بحزم في مواجهة التجاوزات الأمنية والتطاول على مؤسسات الدولة عبر منصات التواصل الاجتماعي في ظل سيادة القانون. أكد مجلس النواب جاهزيته للتعاون مع الحكومة في تحديث المنظومة التشريعية بما يضمن الاستخدام الرشيد لمواقع التواصل الاجتماعي وحظر إساءة استغلالها في التحريض على الكراهية وتجريم أي تجاوزات من شأنها الإخلال بالأمن الوطني والسلم الأهلي والنظام العام أو التعدي على حقوق المجتمع ومؤسساته بالتوافق مع الدستور والمواثيق الحقوقية الدولية.